نبتغي رفع اللواء. فليعد للأقصى عزه. فليعد للأقصى عزه. ولتلق منه الدماء. صداقة ومقاومة ومطاردة فشهادة جمعت الشهيدين مروان القواسم وعامر أبو عيشة اللذين استشهدا فجر اليوم بعد محاصرة منزل يأويهما وقصفه بوابل من القذائف والرصاص. الشهيدان القواسم وأبو عيشة تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عملية خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم قبل أكثر من 3 أشهر في الخليل، حاولت أن تصل خلال هذه المدة إلى طرف خيط يدلها على مكانهما. الحمد لله رب العالمين. الجهاد السعين بأوله، هم اختاروا شهيدين من بيتي، إن شاء الله أنا السعين راح أستمر بالطريق. الحمد لله رب العالمين. عامر اختار طريقه بيده واختار هيو الشهيد، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بنكمل معاه بعدين، إن شاء الله بنكمل بإذن الله. بعد جريمة الاغتيال مواجهات متفرقة على أكثر من نقطة تماس اندلعت في مدينة الخليل، خلفت عشرات الإصابات في صفوف المواطنين. جماهير الخليل شيعت بالآلاف جثمانيهما من مسجد الحسين إلى مقبرة الشهداء حيث وري الجثمانان الثرى. والله تقريبا على 3-4 الصبحيات سمعنا صوت انفجارات، سمعنا على الراديو انه في شهداء. بعد فتره اتصلنا الارتباط اللي هو الكابتن الاسرائيلي وحكينا انه في شهداء، تعالوا شوفوا الجثث. رحنا لهم على الارتباط العسكري الاسرائيلي وفرجونا شفنا الشهداء وتعرفنا عليهم. اغتيال القواسم وابو عيشه في ظل محادثات تجري في القاهره للتوصل الى اتفاق نهائي بعد اتفاق مؤقت انهى العدوان على غزه، رآه مراقبون محاولة إسرائيلية لإرضاء الشارع الإسرائيلي الذي فقد ثقته بقيادته السياسية، إضافة إلى محاولة استخدام منطق القوة قبل الشروع بالمحادثات. العامل الأساسي في هذا الموضوع هو اعتبارات أمنية وميدانية، وخاصة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل والمستوى السياسي وكل المجتمع الإسرائيلي يرى ببقاء هؤلاء الشبان طلقاء وفي الخارج يشكل خطر أكبر على نظرية الأمن الإسرائيلية. أعتقد أن الإسرائيلي تعود منذ عشرات السنين أن يفاوض الأطراف سواء الفلسطيني أم العربي بمنطق القوة، وهو يسير على قاعدة تقول أنه يكافح ما يسميه الإرهاب وكأنه لا توجد عملية سياسية. 100 يوم ويزيد حطم الشهيدين القساميين عامر ومروان المنظومة الأمنية الإسرائيلية باختطافهم وإخفائهم واختفائهم، إضافة لخطهم حروف جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. لقناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الخليل المحتلة.